السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابب ارجع لكم تاني في حاجات وتخاريف. دلوقتي اكتشفت وصفة على النت بيقولوا انها اصلا عندي قشرة في الراس، فاحنا لازم فاتحين نفسنا كده عشان خاطركم دايما. فقالوا الحنة وشامبو وخل، فماي مزر بما انها في عيد الام ما جبتلهاش ديت عيد الام، فطلع اطلع عينيها. هاتي فقالوا خل وحنة وشامبو ضد القشرة، فاحنا دلوقتي هنصورها وهي بتتعمل، وبعد كده هصورها لكم واحنا بنتفرك في الدماغ، ونشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي. يا رب الشعر يكون حلو. ابعد كده بقى مريمة. لا اخر كيس شامبو عليك. لا بس يا بابا، بس يا بابا ادي لها خل وشامبو قليل، بس 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 انا مش عايزها ايه اللي هي، مش عايزينها اللي هي ولا جامده قوي ولا في نفس الوقت ايه سيس قوي، يعني سايسه قوي، اللي هي ايه معقوله. عشان كده قلت لك هات طبق صغير، امي جايبه طبق كبير، فاحنا لازم نعملها ايه طبق صغير. اديها تاني، اديها خل تاني، اديها خل تاني بالراحه. يا شويه شويه بس. حنة عادية خالص وخل وشامبو كلير ضد القشرة. انا هجرب ووريكم، ولو عجبتكم نفذوا. اديها تاني يا ماما، اديها. هو قالت، هو قالت في الوصفة كده. اخد هتقعدي تختير انتي. اه ادي بس، كترت انت بس. يلا قلبي قلبي كويس، نقعد نقلب 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 نقلب. قلبيها الشامبو لو ظاهر، اهم حاجة الشامبو ما يظهرش، كل حاجة تتقلب كويس. احلى وصفة من احلى بيبو والاحلى ليكم. فانا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان الغير يستفيد بيها. بعد الغواصة دي كلها هحطها في الشعر على طول، مش على طول يعني، هنسيبها 5 دقايق كده ونرجع لها تاني. هصور بقى وهم بقى بيلغوصوها في شعري دلوقتي، هيلعبوا في شعر البخت حالا. اديهم اغنيه كده وهم بيقلبوا. اغنيه مع الحنه بس. احلى لبخه احلى ام في الدنيا. بس كفايه بس. انا اللي هعملك ايه في ميه؟ ايدك ايدك ده خليها يهري دماغك. ما يهري بقى ولا ما يهريش، اوعي حط نقطه ميه. لا يا ستي ما تحطيش يا بنتي، ما تجيبيش حاجه. ميتي عايزه تبوظ الوصفه، خليها تهري دماغي عشان نوري الناس. نقول لهم حلوه ولا وحشه. يلا هنوقف. بصوا دي بعد ما اتعمل، بصوا شكلها عامل ازاي. غالي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي انا هبوظ في شعري وهنعمل الوصفه، ربنا يستر. الطخ يا اما استعنى على الشقه بالله، افركي في الدماغ في الفروه، في الفروه يا اما ارقيني يا اما. في الفروه، في الفروه يا حاجه. على فكره مش حاسس بايدك في دماغي. كفايه اصلا هي بتعملك الكروشيه.
في مشتعل قدرته يا لهوي. بس يا بابا الصوت اوعى تجيب وشه. وطي يا دراسك على الله روح تمشي يا ماما. السلام عليكم. يا الله وانا بحن راسي ما هو بعمل لك الفرو وانا عاملها يعني حبا في الحوض. على الحوض يا عم النت. يا سلام بقى لو في ليمونه معاها. احنا بنخلي شعرك الحوض اللي في الحمام. امي انت ما بتجرديش يا امي والله ما بتجرد. انت بتحسسي بتحسسي. اكروشي اكروشي. يا امي يا امي يا كده يا كده. امي انت بتعذبيني يا ربنا. اعمل القفا بالمره عشان عشان كله كله يبقى زي بعض. بقى لو حمرت شعري هشتك في الوليه اللي ادتني الوصل. انا انزل لكم فيديو شتيمه. رجع مكانهم وجرودي تاني. الحته دي يا امي انت غرقتيني. اعمل دقني. ست الحبايب يا حنان ما تتكلمي يا امي مالك. ما تقولي للناس بقى اشرحي لهم اوجاعي. انا ما جبتلكيش هديه وفي حته وقعت في قفايا. في حته وقعت في قفايا وربنا قفايا هيبقى اصفر. تحت تحت. اشمعنى انا يا امي؟ اشمعنى انت؟ ده انا بكي دماغي السجن. هات الحته من على الحوض. روح هات الحته من على الحوض يا ماما امسح بيها. في حته زمانه كده مبلوله. يا لهوي بيبو بيبو بيبو. وطي يا ممسح قفاك. اقول له وطي يرفع. ايه يا امي انت ايه ده يا امي؟ لا انت هتصفري لي قفايا كده. الناس هتفتكر قفايا احمر. يا امي بتعملي ايه يا امي؟ ممسح لك يا ابني الهبله. بتمسحي ايه ده؟ انت لطستي لي قفايا بحنه. لا والله عملتيها. دي حته مبلوله يا ابن الهبله. على فكره انت مش هيحمر. يحمر بقى ولا يقدر؟ انا مش فارقه معايا. انا مش عايزه احمر اصلا. لا ما انا بقول لك انت مش هيحمر شعرك. ايه يا حاجه انت رايحه فين؟ انت بتحطي الموبايل في وشي. التانية بتصوري ايه؟ اهدى على نفسك. بقوم الحوار الزفت اللي احنا فيه ده. ناس هتدعي عليا. خليك كده شوية. كده؟ كده بس؟ انا غرقت على فكرة. البنطلون غير وكل حاجة غير. ده انت يومك اسود بعد ما تخلص.
امي بقى بعد ما اخلص انا اروح هنا هتجري وراي، اروح هنا هتجري وراي، ويا ويلي بقى بالشباشب بقى، احلى شباشب في الدنيا. حن لي ياما، غرقت ياما وربنا. انا ماشية الحتة دي بتوترني. تعملي ايه؟ تعملي ايه انت التانية؟ هي لعبة. لا اله الا الله. ايه الصورة الهبب دي؟ يا دي بص يا بنتي، سيبها بقى بقى ايه ده؟ فاضة بنطلون هو كده، هضطر ان انا اشتري هدوم جديد. ياما انا غرقت، الحنة هتلزق في البنطلون. يا بنت بتنزلي ليه؟ حرام عليك ليه يعني التصوير الزفت ده؟ ده الناس هتسب لي الدين. ما تهزيش نفسك يا بنتي، الصورة هتطلع مهزوزة. ايه يا عمي ده؟ يا عمي انا حاسس ان في شخاخ بيقع عليا. شخاخ. انا حاسس ان الحته دي انت واخده عليها ضريبه، صح؟ ما تضربي هنا وهنا وهنا. هضربك دلوقتي في وشك. هجيب الشبشب. دور وشك الجنب ده ما فيهوش. بعد المعاناه ديت يا رب يطلع بفايده. القاعدة تحت ايده يوم انت بتحسسي يا امي، ولا يهديك في نفوخك. دور اهو يا ديني. بصوا بصوا انت لازا. خدي يا ام حنة بزيادة ايه عشان تعرفي بس ان انا مدلعك. ده اللي هيقعد على الكرسي ده هينفرخ. فرو دماغك هتتهري من الخل. تتهري بقى ولا ده فريش ده؟ انت حاسس بايه؟ عادي يا ماما والله. مش حاسس برطوبة في نفوخك؟ لا مفيش رطوبة ولا حاجة. يبقى قوم ما تقوم بقى كفايه كده. خلاص خلصتي؟ لا لسه طبعا. طب خلصت. يلا بقى عشان تنهي الفيديو بقى عشان ازق. بتتعزي تاني يا صابر؟ بتتعزي يا ورده بالله عليك، الفيديو كله بايظ كده. اسمي كده في الفيديو. لا والنبي. ايوه كده ايوه كده. برافو. الناس بتقول مين المصورات العبقري؟ ده هيتفوا عن مصوراتي. دي عمالة بترقص. ده جميلة. تعدلي تعدلي تعدلي، تشلف رجلك يا بعيدة. دي يا جدعان بنت خالي، عايزة ضرب الرصاص في ودانها. كمان قلت ان انا بنت خالي كانت بدع. اخت علي عاطف، علي عاطف اليوتيوبرز. لا ده انا هقوم بعد ما اخلص حنه هلبسها الحنه دي في وشها كلها، خلي لها وشها احمر. خد الحته دي، بصوا هاتي الحته دي، هاتي الحته دي. وطي راسك. امي نتشتها.
كانت عجباني يا امي، حس ان انا بقصه. ايه انت سوبر مان ولا ايه؟ لازم نقول فوش. لا اله الا الله، ده من ايه ده؟ من ايه ده التصوير ده؟ من ايه ده؟ عشان اجيب وشك كله. وشي كله؟ طب انا عايز يجيبوا شعري بس. لان وشي كله انا اصلا وشي عايز ضرب لفوق. خد يا خد يا اما اللي بيقع منك، خش اللي بيقع منك. خد يا اما. يا اما بطلي بقى توقع عليا. على لا اله الا الله، هتجيكي في وشك بالبنيه. اني بقى الفيديو يا شبح بقى عشان ايه؟ خلاص خلصنا يلا. يلا يا شبح ولا انت فشختيني. يلا دلوقتي هندور على اي كيس بلاستيك مقرح معفن مطرحه. مطرحه ايه؟ مكرونه رز. مكرونه او رز. فاحنا بقى ايه، استعنا على الشعب الله نغطي شعرنا ونفتح الفيديو تاني بعد ما نغسل شعرنا واقول لكم انا حاسس بايه. اكيد حاسس بصداع. حاسس ان في حاجه في دماغي كده بتجري صراصير. وانتي وربنا لا اوريكي. سيبيني اقوم عليها، سيبيني بس اقوم اجري والله. انا جميله. شغال. شغال جميل زي ما كان مقلوب. ورجعنا تاني في الفيديو بتاعنا احلى حنه، والتاني رقد قدامها. اصلا امي بتحب تعمل زياده الخرخر. انت جبتي وش امي ليه؟ ورده عملتش ما جبتش وشك. فانا بعد ما خلصنا لبسنا الكيس اللذيذ. بصوا احلى كيس. رب الفيديو ده يوصل 100 لايك وتشجعوني اعمل فيديوهات جديده. كل حاجه مجنونه هنعملها مع بعض، كل حاجه في حياتي اصورها. يلا الحته المبلوله فين يا ورد؟